شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان حفل ختام بطولة دبي الدولية للجواد العربي الذي جرى مساء اليوم في مركز دبي التجاري العالمي. وحضر حفل ختام الدورة 15 للبطولة التي يبلغ إجمالي جوائزها المالية نحو 4 ملايين دولار معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وعدد من المسؤولين وعشاق الفروسية. وقد هنأ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الفائزين في مسابقة الشوط الأخير من البطولة لجمال الخيول العربية، مؤكدا سموه على أهمية هذه البطولة السنوية التي تجمع نخبة من خيرة الأصايل العربية من دولة الإمارات ومن مختلف الدول العربية والعالم هنا على أرض الخير والأصالة والضيافة. وأتمنى سموه لجميع المشاركين في البطولة التي أسدل عليها الستار بعد 3 أيام من المنافسة بين الخيول لاختيار الأجمل، تمنى لهم عودا محمودا إلى ديارهم على أمل اللقاء مجددا في بطولات قادمة.
ومن جهة ثانية تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المعرض المصاحف في نسخته 14، واطلع سموه على ما تعرضه الشركات والجهات المتخصصة في الصناعة الفروسية من مواد غذائية وعلاجية ومعدات واكسسوارات وغيرها من مستلزمات رياضة الفروسية التي يعرضها ما يزيد عن 80 شركة وجهة محلية وعربية وأجنبية.